يقول السائل: أنا لي عائلة أخذت من المصرف قرض ربوي، واشترت بهذا القرض ثلاجة وحفرت به بئرا، وقبل ذلك قلت لهم بأن القرض الربوي حرام ولا يجوز، فاقتنعوا بذلك، وبعد ذلك غلبهم الهوى وأخذوا القرض. سؤالي: هل يجوز لي أن أشرب من ماء البئر وأستعمل المواد التي في الثلاجة، مع العلم أن حالتي لا تسمح بشراء ثلاجة وحفر بئر؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز الاقتراض الربوي، اقتراض من البنك أو من غيره، قرض ربوي لا يجوز، وما استعمل فيه فهو حرام. الثلاجة التي اشتريت من مال الربا حرام، لا تستعمل. وكذلك البئر الذي حفر من الربا، من مال الربا، هذا بئر حرام، وكل ما استعمل الربا فيه فهو حرام. والواجب أن الإنسان يتوب إلى الله، وأن تباع هذه الأشياء التي اشتريت من الربا، تباع ويتصدق بثمنها، تباع ويتصدق بثمنها، ولا يعاد لمثل هذا العمل. ونقول: يتصدق ليس معناه تصدق الثواب، وإنما هو التخلص، تخلص من ثمنها لأن يضعها في مشاريع عامة أو يدفعها لمحتاجين فقط، ولا يستعملها هو.